انضم الينا الان ايضا من باريس استاذ العلاقات الدوليه في معهد العلوم السياسيه الدكتور فادي شاهين. دكتور فادي اهلا بك معنا. اذا نتابع ردود الفعل الان الرسميه الاوكرانيه سواء تحديدا على لسان الرئيس الاوكراني الذي يطالب ويناشد الحلفاء الاوروبيين الان بتقديم الدعم الى ذلك. ماذا عن رده الفعل الغربيه المتوقعه دكتور فادي لان تصدر بشكل رسمي من كل الدول الغربيه، الى اي مدى يمكن ان تختلف عن الموقف الاوكراني؟ شكرا لكم على هذه الدعوه. حقيقه يعني ليس امام الغربيين الا التاكيد على مزيد من الدعم لكييف للرئيس زيلينسكي في هذه الهجمات، لكن يجب ان نعلم ان الرد الروسي يعني كان متوقعا، كان لابد للرئيس بوتين ان يفعل شيء ما، يعني والا يعني هذا امر مهين للروس ان لا يكون رد على قصر الجسر الواصل مع جزيره القرم. فالامر متوقع الى حد ما، لن يتعدى الرد الفعل الغربي اكثر من التصريحات الداعمه وربما مزيدا قليلا من السلاح الاكثر نوعيه، لكن يعني فعل الغرب كل ما بوسعه الآن في الأزمة الأوكرانية. نحن ننتظر فقط، يعني دعيني أقول فقط، إذا استخدم الرئيس بوتين السلاح النووي ليكون هناك رد أكثر حزما، لكن الردود الآن لن تتعدى يعني أعتقد بعض التصريحات وربما بعض التأكيد على المزيد من الدعم بالسلاح لكييف. هذا كل ما في جعبة الغرب، هذا كل ما يستطيع الغرب أن يقدمه. لنأخذ ملف العقوبات مثلا، لا يستطيع الغرب أن يذهب أبعد من ذلك، يعني هناك فرضت عقوبات قصوى وشديدة للغاية على الروس، لا يوجد بعد ذلك أي شيء إلا الإضرار بالنظام العالمي بحد ذاته، يعني العقوبات التي تضر النظام العالمي، النظام المالي العالمي. الآن وصلنا إلى الحد الأقصى في كل شيء. إذن المزيد من الدعم لأوكرانيا، المزيد من السلاح. نحن رأينا في السابق في منذ شهر كيف أن الأسلحة التي قدمت لأوكرانيا قامت بتقدم نوعي وواضح جدا للقوات الأوكرانية على الأرض، وتم تحرير الكثير من الأراضي. إذا استمر هذا الدعم، إذا استمر التقدم الأوكراني، التقدم الجيش الأوكراني في الأراضي، في تحرير أراضيهم، يعني مزيد من الإهانة للروس، مزيد من الإهانة للجيش الروسي، ومزيد من حشر الدب الروسي في الزاوية. يعني هذا ما يجري. إذن ليس أمام الغد كما قلت، أعيد وأؤكد، إلا مزيد من الدعم. لكن دكتور فادي، لماذا يتم الحديث بأنها إهانة؟ لماذا لا يتم يعني النظر على هذا الموضوع بأنه نوع من الصبر أيضا دكتور فادي بشكل أو بآخر؟ لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا وتكرارا توجه إلى الغرب وقال توقفوا عن إمداد أوكرانيا بالسلاح، توقفوا، ولم تكن هناك أذان صاغية في هذا الإطار، حتى ما حدث لخطي نورد ستريم، وحتى الآن آخر شيء كان جسر كيرج، وحتى جسر كيرج الجانب الأوكراني اتهم موسكو وقال بأن هي من تقف وراء هذا التفجير. لماذا لا يتم التعامل اليوم مع هذا المشهد وما يحدث اليوم في أوكرانيا على أنه طفح الكيل بموسكو وجاء وقت الرد، يعني اليوم الانتقال من مرحلة الوعود إلى التنفيذ؟ حقيقة هناك موقف عام في الغرب هو أن روسيا بلد معتدي، يعني هذا حسب القانون الدولي. روسيا تحتل بلد آخر معترف به بالأمم المتحدة، بلد له حدود، اجتازت الحدود، دخل جيشها في مرحلة من المراحل، وصلت إلى حدود كييف وتراجعوا، يعني وتحتل شبه جزيرة القرم. إذن هناك موقف غربي جامع على هذا الموضوع. هناك يعني فروسيا من وجهة نظر غربية هي المعتدي، وبالتالي كل ما بفلوس الغرب هو أن يقدم مساعدات لكييف، أن يقدم البلد للمساعدات للبلد المعتدى عليه، وكل التهديدات الروسية هي كتهديدات يعني زائدة عن الحد، صائدة عن الحد. تحدثنا عن موضوع الإهانة لأن الجيش الروسي يعتبر يعني ثاني أكبر جيش في العالم، وتم يعني لا أقول هزيمته ولكن تراجع، يعني تقدم وصل إلى كييف ورجع، أيضا تقدم في شرق أوكرانيا وتراجع أيضا، وتم تحرير الكثير يعني الآلاف من الكيلومترات. هذا بالنسبة لثاني أكبر جيش في العالم، يعني هذه إهانة، وبالتالي لابد من الروس أن يردوا يعني ولو بشكل رمزي. أعتقد الرد الآن هو رمزي، لن يتعدى، يعني لن تكون هناك تصعيد أكثر من ذلك، سيكون هناك إرسال السلاح مرة أخرى، يعني لا نعرف كيف ستتقدم القوات الأوكرانية، تتقدم أكثر أو لا، لكن سيكون مزيد من الدعم، وكل ما كان هناك دعم
كل ما كان هناك يعني إهانة للجيش الروسي من وجهة نظري. يعني حسب المعلومات دكتور فادي يعني الجانب الروسي يسيطر على حوالي 5 المساحة الأوكرانية، رغم بأنه كان هناك تقدم في المرحلة الماضية من قبل الجانب الأوكراني. وحتى اليوم في آخر يعني الأنباء نقلا على الاستخبارات البريطانية قالت بأن القوات الروسية تقدمت خلال الأسبوع الماضي لمسافة تصل إلى 2 كيلومترين نحو باخموت وسط منطقة دونباس.